كثيرة ومتعددة هي المدارس الفلسفية التربوية، ولكن ربما نأخذ فقط 4 مدارس كنموذج لكي نكتشف من خلاله كيف تطورت النظريات التربوية في الفلسفة. نأخذ المدرسة المثالية، ثم الواقعية، ثم الطبيعية، ثم البراغماتية. بالنسبة للمدرسة المثالية، طبعا سميت المدرسة المثالية نسبة إلى المثال أو إلى الفكرة العقلية النظرية المجردة، فهي فلسفة تعتبر أن حقيقة الكون والحياة توجد في العقل وليس في العالم المادي الحسي. من أبرز مؤسسي هذه الفلسفة سقراط، أفلاطون، ثم فيما بعد ديكارت وهيجل، واليوم نتحدث حتى عن مثالية جديدة. طيب، في المجال التربوي تقول هذه المدرسة أن على التربية أن تهتم بالعقل أولا وأخيرا لا بالحواس، لأن الحواس تخدعنا. يعني لناخذ على سبيل المثال، يعني مثال بسيط جدا، نقول مثلا علم عقلي مثل الرياضيات. طيب، الرياضيات تدرس ماذا؟ تدرس القواعد التفكير، لأن كل المعادلات الرياضية هي معادلات توجد في الخيال، يعني هي معادلات صورية. نتحدث عن الرياضيات المجردة، ليست عن الرياضيات التطبيقية. علم الرياضيات المجردة، الرياضيات هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن انطلاق من مقدمات مفترضة واستنباطات باعتماد قواعد ثم نتائج. بالتالي هذه العمليات الرياضية هل لها في الواقع ما يناظرها؟ هل هي موجودة في الواقع؟ ليست بالضرورة، إذن فهي عمليات خيالية، عمليات عقلية. ولكن هل هناك من يشك في أن الرياضيات علم يقدم حقائق عقلية؟ أبدا. إذن الفلسفة هي على هذا النموذج من الرياضيات، فهي إذن تبحث أيضا عن حقيقة، ولكن حقيقة توجد في العقل وليست حقيقة توجد في الحواس. لذلك سميت بالمدرسة المثالية، مثل الرياضيات علم مثالي، فهي إذن هنا مدرسة مثالية. إذن المدرسة المثالية في التربية، المدرسة المثالية في الفلسفة تدعو على مستوى التربية أن تهتم التربية بتدريس المواد العقلية التي تهتم بالعقل وتطوير العقل، ومثل المنطق، مثل الرياضيات، وتجنب الاهتمام بالحواس، لأن الحواس حسب المدرسة المثالية تخدعنا. والحقيقة توجد في التأمل حسب المدرسة المثالية. وهنا فإن أهمية هذه المدرسة المثالية في التربية كونها تنبهنا إلى العناية بالتفكير المنطقي ومنهج الاكتشاف التدريجي، والحذر من الانطباعات الأولية للحواس في المجال التربوي. هذه فضيلة المدرسة المثالية، لكن تم نقدها طبعا، وتمت محاولة تجاوزها من المدارس التي تأتي فيما بعدها، مثل المدرسة الواقعية. المدرسة الواقعية هي اتجاه في التفكير على عكس المثالية، يقول بأن الحقيقة موجودة في الواقع. طيب، قبل قليل المدرسة المثالية قالت الحقيقة توجد في العقل. لا، المدرسة الواقعية تقول أن الحقيقة توجد في الواقع الذي نعيشه بين أيدينا، أمام أعيننا، في الأشياء التي نراها. وبالتالي فإن إدراك هذه الحقيقة يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الاختبار الحسي، عن طريق الحواس، عن طريق المشاهدة، عن طريق التجربة، عن طريق التذوق، عن طريق الشم، عن طريق الاختبار، إعادة التجربة، وليس بمجرد التأمل مثل ما في رأينا التأمل النظري الخاص، مثل النظرية المثالية. من أبرز زعماء هذا الاتجاه الفيلسوف أرسطو، ثم فيما بعد الاتجاهات التجريبية والاتجاهات الحسية التجريبية إلى غير ذلك. واليوم نتحدث عن واقعية جديدة في التربية. تقول المدرسة الواقعية في التربية بضرورة العناية أن على المواد المدرسية أن تركز على تدريس المواد التي تقوم على الملاحظة الميدانية، وبالتالي تقوم على منهج التجريب، وعلى الاختبارات المادية في الواقع، وعلى الاستنتاجات، وعلى الاستقراء. طيب، إذا فضل هذه المدرسة على التربية هو أنها قامت بدور أساسي في تعديل البرامج المدرسية حتى تقترب هذه البرامج قدر الإمكان من المنهج العلمي المعتمد، وأثر ذلك على طرق التدريس فيما بعد، تطورت نتيجة
إذن ما قدمته المدرسة الواقعية في التربية. على عكس المدرسة المثالية والمدرسة الواقعية، المدرسة الطبيعية التي نشأت مع جون جاك روسو، وهو مذهب يشيد بالطبيعة الفطرية للإنسان، وهي طبيعة خيرة وطيبة، وهذه الطبيعة قابلة حسب روسو لأن تعلم نفسها بنفسها. كيف ذلك؟ مثال ذلك بذرة القمح، بذرة حبة القمح التي نرميها تحت التراب وننتظر المطر أو نسقيها حتى تنمو تحت ضوء الشمس. فبذرة القمح تحتوي في داخلها على برنامج نمو، يا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وضع فيها برنامج نمو ذاتي، هو الذي نسميه الآن DNA في الخلايا بصورة عامة، وذلك البرنامج هو الذي يقود تلك الحبة إلى أن تنمو حتى تصبح سنبلة وحتى تعطينا إذن الثمرة. فقط لكي تنمو بذرة القمح من تلقاء نفسها لابد من توفر الهواء والضوء والتربة المناسبة. طيب إذن مثل الهواء والضوء والتربة، التربية هي عند المدرسة الطبيعية هي بمثابة الهواء والضوء والتربة، يعني بمثابة الإطار الذي يوفر البيئة المناسبة للطالب ويترك حرية كاملة للطالب، حرية أحيانا تكون مطلقة حتى ينمو الطالب من تلقاء نفسه، لأن الطالب إذا ما تركت له الحرية الطفل سينمو نموا سليما، لأن الطبيعة هي التي ستقوده حسب المدرسة. طبعا أثرت فيما بعد في الاتجاهات الحديثة مع بيستالوتزي، مع فروبل، مع مونتيسوري، وصولا إلى جون ديوي، واليوم حتى اليوم في علم النفس هناك بعض الأفكار حتى في ميادين علم نفس الطفل هي أفكار تؤكد ما ذهب إليه جون جاك روسو. فضيلة هذه المدرسة في فكر التربوي الحديث هي أنها ساعدت في الانتباه إلى أهمية ما يرغب فيه الطفل، تركز على رغبة الطفل في التربية، ثم أهمية الوسائل التربوية، لأن المدرسة الطبيعية تؤكد على أن هذه الوسائل حاسمة في عملية التربية. أثرت هذه المدرسة حتى في البراغماتيين أنفسهم وظهور مدرسة رابعة وهي المدرسة البراغماتية. المدرسة البراغماتية هي ذات أصل أمريكي منسجمة تماما مع روح المجتمع الأمريكي الذي تأسست فيه مع شارل بيرز وويليام جيمس وجون ديوي، وفيما بعد اليوم نتحدث عن البراغماتية الجديدة مع ريتشارد رورتي وغيره. تعتبر هذه المدرسة أن الحقيقة في علاقة مباشرة بالمنفعة، إذن كل ما هو نافع إذن هو حقيقي علينا نطلبه، كل ما هو غير نافع لا حاجة لنا به ولا نعلمه ولا ندرسه لطلابنا، ومعيار كل فكرة هو مدى أدائها في الواقع وانعكاسها علينا فائدة ونفعا. على مستوى التربوي تؤكد المدرسة البراغماتية ضرورة الربط بين الخبرة وبين موضوعات التعليم، إذن نعلم ما ينفع، إذن ما يحتاجه الإنسان مستقبلا، ما يحتاجه الإنسان في الحياة، كل ما لا يحتاجه الإنسان لا نحتاج إلى تعليمه. إذن ومن الحاجات الأساسية التي ينبغي تعليمها هي ما يحتاجه المجتمع، ولذلك اهتمت المدرسة البراغماتية بالجانب التدريبي على حساب المواد النظرية الخالصة، وهذا الأمر أدى إلى فائدة مهمة في المدرسة البراغماتية، هي أنها فتحت المدرسة على محيطها وربطت بين التعليم والحياة، وهذه فوائد المدرسة البراغماتية. كخلاصة لهذه الوصول التربوية، لاحظنا أن إذن التربية تطورت والأفكار التربوية تطورت وتغيرت واختلفت، وركزت كل مدرسة على جانب من هذه الجوانب، ليس هناك تناقض وإنما بالقدر ما هناك اختلاف في وجهة النظر وتركيز كل مدرسة على جانب من جوانب التربية. طبعا اليوم في عصرنا الراهن لدينا مدارس أخرى تطورت في الفلسفة، مثل المدرسة التحليلية، مثل المدرسة النقدية، مثل المدرسة البنائية، مثل المدرسة البيئية. اليوم في آخر المذاهب الفلسفية التربوية نتحدث حتى عن المدرسة النسوية مع نيل نودينجس مثلاً.